مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة ومتجددة من برنامج أفكار متقاطعة. اليوم بدنا نتساءل تساؤل غريب شوي: تشي جيفارا مات ولا لسه ما مات؟ راح نحاول الإجابة على هذا التساؤل. الحقيقة تقول أنه من أكثر من نصف قرن أغمض تشي جيفارا هذا الثائر عينيه للمرة الأخيرة وترك ملامحه الجميلة كأيقونة للأجيال المتعاقبة على اتساع الكرة الأرضية. من هذاك الوقت لهلا تشي جيفارا شكل رمز للثورات، رمز للشباب، للطموح بالتغيير عند كل الشباب في كل العالم، على اختلاف التوجهات، على اختلاف الأجيال، على اختلاف الطموحات، على اختلاف الأهداف. كان جيفارا قاسم مشترك لكل ثوار العالم، لأنه أخلص لقضيته ودافع عنها ودفع حياته ثمن لها. طبعا كلياتكم تعرفوا انه كان في اغاني كثيره وبكل اللغات عن تشي جيفارا، وتحولت صورته الشهيره لرسم لوشم الى اخره. لكن خلينا نتساءل اليوم ببراءه او بلا براءه، ما في فرق كمان، عن ابعاد تاثير جيفارا على الشباب العربي. تأثروا فيه؟ ولأنه نحن شعوب تمتلك كل الإجابات، فلشو التساؤلات؟ ما في داعي للتساؤلات. ولأنه نحن دائما نطرح تساؤلاتنا العبقرية لتغذية عقلية المؤامرة المستقرة في ذاكرتنا وثقافتنا وتاريخنا، فنحن ببساطة وبهدوء وبلا ضجيج أصبحنا خارج التاريخ. قبل سنوات عندما هبت رياح التغيير، كان الشباب في الشرق يحملون أغصان الزيتون، خرجوا للشوارع والساحات، عندهم طموح، عبروا عن طموحهم بصرخة حرية. بس مع هاي الصرخة ما انتبه حدا انه هن كانوا عم يعلنوا قطيعة نهائية مع كل القيادات ومع كل الايديولوجيات اللي سبقت. هاي الايديولوجيات وهاي القيادات قادت البلاد لهاوية. هاي الهاوية كانوا الشباب هن الوقود للسقوط فيها وللوقوف على حافتها. الشباب أعلنوا أن التاريخ العربي ما قدم لنا رموز تاريخية. للأسف ما عندن رموز تاريخية شكلت عندن في ضمير مرجعية أو تاريخ أو إرث. وبدل من أن يتم استيعاب طموحات هؤلاء الشباب، تفهم إرادتهم، مدلولات القطيعة اللي يعملوها مع الماضي، مع الأيديولوجيات الماضية، ما تم استيعاب، لأنه هن ببساطة أيضا خرجوا عن النص المعد لهم. كان في نص معد دائما لهؤلاء الشباب من عقود طويلة، جيل ورا جيل كان عم ينتج أجيال محنطة من سياسيين، أحزاب، أفكار، رؤى، استراتيجيات، كلها ما كان الشباب ضمن اهتماماته، فقط كان يهتم فيها كشعارات جوفاء ما لها طعمة بلا نكهة. بالعكس كانت هاي الشعارات تتصف بالحمق أيضا وبالحماقة. هاي الشعارات كلها تتحطمت، تكسرت،
انتهت مع أول صرخة تغيير أطلقوها الشباب. لكن مع صرخة التغيير هاي كان الشباب يبحثون عن إرث فلم يجدوا إلا تشي جيفارا يمثلن. أما رموزن التاريخية ظلت نائمة يعلوها الغبار هي وحكاياتها في كتب التاريخ فقط. وظلت هاي الرموز التاريخية جزء من كتب ومناهج تعليمية تاريخية تلقينية لم تقنع ولم تعلم، بالعكس عملت فجوة كبيرة، جاب كبير ما بين شخصيات التاريخ والشباب، لأن الشباب في الألفية الثالثة يريد يعيش الحقيقة، يريد يلمس شيء من المستقبل، يرفض كل الخديعة اللي مرت، يرفض كل حراس الخديعة، يرفض كل طقوس الخديعة، وما يرضى مثل ما رضيوا الأجيال اللي سبقوه أنه يكون أسير الأطلال والبطولات الوهمية والتاريخ المتصارع عليه والجغرافيا اللي صارت مشكلة كبيرة للاقتطاع والتجزيء والتفتيت. وهذا التاريخ وصلنا لمرحلة أنه في أبطال في أحداث أحياناً إذا قعدت تعمقت فيها تكتشف أنه غرائبية وفانتازيا كانت ليس إلا. هناك قطيعة بين الشباب وبين التاريخ، أو بين قوسين وهم التاريخ. نعم، الرصاص اللي توجه لصدور الشباب أكد هاي القطيعة. نعم، العقلانية مع هذا الرصاص تغيبت لإشعار آخر. نعم، لذلك صرنا نغوص برمال متحركة يتضاءل الأمل بالنجاة فيها. ولذلك أعداد هائلة من الشباب هربوا وهاجروا وتشتتوا في أصقاع الأرض، باحثين عن من يستوعب طموحاتهم. وما نجاح الشباب في الغرب، شبابنا في الغرب، نجاحا وتميزا وتألقا وإبداعا في كافة المجالات إلا دليل على أنه كانوا مهمشين في أوطانهم. شكرا لكم، نلتقي على فهم الحقيقة أكثر.